السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار سادسة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، نستهلها بأبرز العناوين. وزير التربية والتعليم يؤكد نجاح العام الدراسي برغم من تحديات تفشي وباء كورونا. جمعية بصمة خير تنظم حملة تعقيم شاملة بمنطقة ووتر جاردن سيتي السيف. وبلدية المنطقة الشمالية تدشن يوم العميل الافتراضي للالتقاء بالمواطنين والمراجعين. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. اعتمد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم نتائج المراحل الثانوية العامة التعليم الفني والمهني الإعدادية، حيث تقدم الوزير بهذه المناسبة بخالص معاني الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المفدى لدعم جلالته ومتابعته الكريمة لشؤون التعليم. كما تقدم سعادة الوزير بالتقدير إلى صاحبي السمو رئيس الوزراء وولي العهد لدعمهما الكريم ولرعايتهما المتواصلة للتربية والتعليم بالطلبة وأولياء أمورهم ومعلميهم بهذا النجاح الذي تحقق بالرغم من التحديات الناجمة عن تفشي وباء كورونا كوفيد-19، مشيدا بالجهود التي بذلها أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية وكافة العاملين بالوزارة. وبهذه المناسبة أكد الوزير نجاح العام الدراسي الحالي في ظل التحديات الصحية الاستثنائية التي تم تجاوزها بروح المسؤولية وبما وفره مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل وبرنامج تمكين رقمي في التعليم. وفي هذا الإطار أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل حاليا على توفير متطلبات إنجاح هذه العودة للعام الدراسي المقبل ووضع الخطط والبدائل في ضوء التطورات اللاحقة وبالتنسيق مع الفريق الوطني الطبي وجميع الجهات ذات العلاقة. الأخوة الكرام، يسرني أن أعلن عن أهم نتائج الثانوية العامة والإعدادية العامة لهذا العام الدراسي، حيث أظهرت النتائج في المستوى الثالث الثانوي أن معدل نسبة النجاح قد بلغت 97.9%، وبلغ عدد المتفوقين من الطلبة الذين حصلوا على تقدير 95% فأكثر للعام الدراسي الحالي 783، منهم 551 متفوقة و 232 متفوق. كما بلغت نسبة النجاح في التعليم الفني والمهني 96.5%، وبلغ عدد المتفوقين الذين حصلوا على تقدير 95% فأكثر 15 طالبا وطالبة. أما على مستوى المرحلة الإعدادية العامة فقد بلغت نسبة النجاح العامة 97.8%. الأخوة والأخوات، بعد هذا النجاح المشرف في إنهاء هذا العام الدراسي، تعمل الوزارة حاليا على الاستعداد للعام الدراسي القادم بتوفير متطلبات النجاح هذه العودة بإذن الله تعالى، ووضع الخطط والبدائل في ضوء التطورات اللاحقة والاستفادة من منظومة وآليات التعلم عن بعد في المدارس. قال وزير الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف إن الوزارة تسعى دائما لتبني المبادرات التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات بسهولة ويسر للمواطنين والمقيمين. وأكد خلف على أن تبني الوزارة لهذه المبادرات الخدمية يأتي انطلاقا من مسؤولياتها الاجتماعية تجاه كبار السن وذوي الهمم، ومن حرصها على تقديم خدمات نوعية وتحقيق رضا المستفيدين، والتي تعد من أولويات اهتمامها التي تعمل على تحسين جودة العمل وتطويره.
أوضحت وزارة الداخلية من خلال حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي أنه في إطار جهود وزارة الداخلية في تطبيق قرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المتضمن في اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس والتزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات والإرشادات في هذا الشأن. وأشار العميد الركن الدكتور الشيخ حمد بن محمد الخليفة مساعد رئيس الأمن العام بشؤون العمليات والتدريب أنه تم تسجيل 6228 مخالفة عدم ارتداء كمامة الوجه في الأماكن العامة والمحلات التجارية، وذلك منذ بدء تطبيق القرار. وأهاب مساعد رئيس الأمن العام بشؤون العمليات والتدريب بكافة المواطنين والمقيمين بضرورة العمل على تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة والأسواق والمحال التجارية والمنتزهات مع التقيد بعدم التجمع لأكثر من 5 أشخاص والالتزام بلبس الكمامات، مؤكدا على استمرار الحملات التوعوية التي تهدف إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام ودعم جهود المملكة في مواجهة جائحة كورونا. في إطار الشراكة المجتمعية وفي ظل الوعي الصحي بين القيادة الحكيمة وأفراد المجتمع البحريني الواعي في الحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، نظمت جمعية بصمة خير وبالتعاون مع وزارة الداخلية حملة تعقيم واسعة في منطقة ووتر جاردن سيتي بمنطقة السيف، شملت كافة المحال التجارية والأماكن العامة. التفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. تنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وعلى ضوء تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، نفذت جمعية بصمة خير حملة تطهير شاملة لمختلف المحال التجارية والمناطق العامة بمنطقة ووتر جاردن سيتي. قمنا في مديرية شرطة محافظة العاصمة بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني وجمعية بصمة خير بتعقيم منطقة ووتر جاردن سيتي في المنامة. طبعا قمنا بهاي الحملة بعد تسكير المحلات التجارية مساء، ولقينا هناك تعاون كبير من قبل إدارة المجمع بالإضافة للمتطوعين. نود أن نتقدم بجزيل الشكر لكافة المتطوعين والجهات الراعية لمثل هذه النشاطات التي تثمر في القيام بمواجهة انتشار فيروس كورونا في مملكة البحرين، وندعو الجميع للالتزام بهذه الإجراءات والتدابير الاحترازية. شملت حملة التعقيم كافة الأماكن بالمنطقة، وانطلقت بأفراد من أعضاء العمل التطوعي ومؤهلين من قبل الدفاع المدني، وذلك دعما للحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. وتأتي هذه الحملة أيضا ضمن سلسلة الحملات التي انطلقت بها الجمعية ضمن عدة مناطق بمملكة البحرين. الحمد لله، كما عودتنا حكومتنا الرشيدة على أنه يكون هنالك التعاون بين العمل التطوعي والإدارات الحكومية. طبعا احنا اليوم مع الدفاع المدني متواجدين في منطقة السيف المنامة، وتحديدا في ووتر جاردن سيتي اللي فيه له بعض الزوار والمرتادين لهذا المكان. نحتاج ان احنا نوريهم كيف يكون التعامل مع هذا الفيروس والتعقيم اللي قاعدين نسويه. اليوم احنا تكون عندنا فعالية برعاية الدفاع المدني وشرطة المجتمع. اليوم احنا نمثل فريق بصمة خير، نحاول قد ما نقدر ان احنا نضع بصمتنا في كل مكان وبالذات في الأماكن النشطة للقضاء على هذا الفيروس. تأتي هذه الحملة ضمن العلاقة الوطيدة التي حققتها محافظة العاصمة والمديرية العامة للشرطة بجانب المتطوعين، والتي ساهمت بدورها في تعزيز تعاون مجتمعي وخلق وعي متنامي في حملة مكافحة فيروس كورونا. تم اختيار هذه المنطقة بسبب حيويتها، تعتبر منطقة ووتر جاردن سيتي تقع في موقع استراتيجي في قلب العاصمة في منطقة السيف، وطبعا هي منطقة حيوية جدا وتستقطب عدد كبير من المواطنين والمقيمين والزوار، وهي من أحد أهم المعالم السياحية في مملكة البحرين. إن هذه التوعية
تأتي بمثابة السبيل الوحيد للحد من انتشار فيروس كورونا، وإن شعب مملكة البحرين واع ومدرك لأهمية التزام الجميع بالبقاء في المنزل، وإن هذه الشراكة تساهم في تجاوز هذه الأزمة من خلال العمل بمسؤولية والأخذ بالإرشادات والتعليمات من الجهات المختصة، خصوصا خلال مواعيد التعقيم التي تشهدها مملكة البحرين. لمركز الأخبار، خالد العون، تلفزيون البحرين. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. هيئة السياحة والمعارض تواصل حملاتها التسويقية بترشين أهني في البحرين. أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عن تشغيل أول مصنع الأدوية في منطقة الحدى الصناعية، والذي سيعمل بطاقة إنتاجية قصوى تنتج 600 مليون كبسولة جيلاتينية و20 مليون عبوة دواء شراب سنويا. كما تم الإعلان في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة صباح اليوم عبر الاتصال المرئي عن إنشاء مصنع آخر متخصص بتصنيع الأدوية المنقذة للحياة الحقن، والذي تم تنفيذ 95% من المراحل الإنشائية للمبنى، وسيتم تشغيله بتكنولوجيا حديثة تعد الأولى بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تعتمد على التصنيع الآلي دون الاستعانة باليد البشرية. أطلقت بلدية المنطقة الشمالية مبادرة يوم العميل الافتراضي الرامية لتعزيز التواصل بين البلدية والجمهور عبر تقنية الاتصال المرئي في ظل ظروف جائحة كورونا. هذه المبادرة تتيح المواطنين والمقيمين فرصة التعبير عن آرائهم وملاحظاتهم لارتقاء بجودة العمل، إضافة إلى الاستماع إلى شكواهم للوصول إلى أعلى مستوى رضا العملاء وتطوير وتحسين الخدمات، وذلك عبر اللقاء المباشر مع المدير العام ورؤساء الأقسام في البلدية. هذا وتم تحديد يوم الأربعاء من كل أسبوع ابتداء من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 12 مساء، وقد تم تخصيص رقم واتساب لحجز المواعيد خلال أوقات الدوام الرسمية. ضمن إطار جهودها للترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية رائدة ومتميزة، مستهدفة زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مملكة البحرين بعد انقضاء مرحلة فيروس كورونا كوفيد-19 وخاصة الخليجيين، أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن ترشين حملة جديدة بعنوان أهني في البحرين، بتزامن مع حملة ولهنا عليكم التي تم إطلاقها مؤخرا، وتمثل ثلاث مراحل على مدار العام. وتأتي حملة أهني في البحرين ضمن مرحلة التشجيع التي تم إطلاقها عبر حسابات هيئة البحرين للسياحة والمعارض على منصات التواصل الاجتماعي، وسوف يتم إنتاج مجموعة من الأعمال الفنية المستوحاة من الأغنية وكلماتها بهدف الترويج للسياحة في مملكة البحرين. وإلى حالة الطقس محافظة مملكة البحرين. وبهذا وصلنا لختام أخبار السادسة، دمتم برعاية الله تعالى وإلى اللقاء.